كثيرا ما نصفهم من يتصرفون بهمجية وأسلوب غير لائق بالغجر، أو من يحتالون على غيرهم بالنور. فمن هم الغجر والنور؟ ولما نصفهم من يقومون بتلك الأفعال بهذا الاسم؟ الغجر والنور. أهلا بكم في حلقة الأربعاء من الكريزة. الغجر هم طائفة تعيش حولنا وبيننا، يرجع البعض أصلهم إلى الهند، وقد عاشوا حياة الترحال حتى تواجدوا في جميع أنحاء العالم عن طريق الهجرة، ومع ذلك فلهم ثقافة وتقاليد متشابهة. امتهن الغجر الصيد وطب الأعشاب، كما يشتهرون في الدول الأوروبية بأعمال السرقة والاحتيال، مما أدى إلى اضطهادهم من الشعوب الأخرى. في السابق كان يمكن تمييز الغجر بسهولة بسبب أنماط لبسهم الغريب ولغتهم الخاصة. ويميز الغجر أيضا بالكثير من العادات المختلفة كأي شعب أو طائفة، كعادات الزواج، الولادة، والوفاة. في ثقافة الغجر أن الإنسان خلق من أصول ثلاثة، وأن أجداد البشرية ثلاثة رجال، أحدهم أسود وهو جد الأفارقة، والآخر أبيض وهو جد الأوروبيين وأمثالهم من البيض، والأخير هو جد الغجر ويسمى كين. وفي معتقدهم أن كين قتل شقيقه وعقب من الله بأن جعله هائما في الأرض هو وذريته من بعده. وتختلف الروايات بأن كين عقب بسبب إسرافه في شرب الخمر أو عدم استطاعته الدفاع عن المسيح. ما يهمنا اليوم هو أن 8 أبريل يوافق اليوم العالمي للغجر، فقد تعرض الغجريون لممارسات عدوانية من الشعوب المستقرة على مر التاريخ. ومن أمثلة هذه الاعتداءات الترحيل القسري، عدم الاعتراف بهم كمواطنين، وقتل كل غجري فوق 18 من عمره. وما زاد وضع سوءا ما تعرض له الغجريون من ممارسات وعنف واضطهاد أثناء الحكم النازي. لذا فقد حددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عام 1992 الثامن من إبريل من كل عام كيوم عالمي للغجر للتذكير بمعاناتهم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة الأربعاء من الكريزة. انتظرونا في حلقة الأحد القادم.